دكتور محمد، الفترة اللي فاتت كان في جلسات مع الشباب في أماكن مختلفة، سواء بقى وزارة الشباب، سواء في الجامعة، سواء في الأماكن المختلفة، بيبقى في أعداد كده مكثفة الناس بتقول فيها هي بتفكر في إيه على المستوى الصغير في المحافظات وعلى المستوى الأوسع في الجامعات من مختلف المحافظات. حضرتك محتك وبشدة بشباب الجامعة، فنقدر نقول إن هم الفترة اللي فاتت متخيلين إنهم كانوا عايزين يتكلموا في إيه وطرحوا إزاي؟ طيب، هو انا بس نفسي اسلط الضوء على كلمه قالها قلتها في الانترو، يعني ان مصر دوله شابه. هي فعلا مصر دوله شابه للغايه. الهرم السكاني في مصر النسبه الاكبر منه شباب، ودي حاجه المفروض انها تبقى نقطه قوه للدوله المصريه، والمفروض نستغلها الاستغلال الامثل. يمكن انا برضو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، انا استاذ جامعي في المقام الاول قبل ما اكون عضو مجلس شيوخ، وبالتالي انا متداخل مع الطلبه، وكمان انا بشتغل منسق انشطه طلابيه في الكليه اللي انا بعمل فيها، فده مخليني قريب جدا من الطلبه. طب مش هقدر اقول لحضراتكم الاحتكاك بالطلبه اداني انطباع ان احنا عندنا منجم افكار موجود في وسط طلبه الجامعات. عندي عدد كبير جدا من طلبه الجامعات عندهم طموح غير طبيعي، عندهم افكار وكتير منها قابل للتنفيذ. انا مش عايز اقول لحضراتكم ان منها افكار ابتدوا هم ينفذوها مع بعض لوحدهم. صحيح. افكار بيزنس صغير بيعملوه مع بعض، مشروع بيعملوه، فكره تدريب مثلا لكوادر صغيره ويكبروها، عندهم طاقه لازم نستغلها. رجعوا تاني يشاركوا يا دكتور، قعدوا فتره طويله قوي الشباب في الجامعه واخد جنب من الانشطه الطلابيه، واخد جنب من ان هو يشترك، رجعوا تاني يشاركوا، رجعوا يفكروا طبعا. ورجعوا يشتغلوا على مهارات. حماس غير طبيعي. يعني انا فاكر من 5 أو 6 سنين كان الصراع على انتخابات الاتحادات الطلابيه محدود. صحيح. دلوقتي الاتحادات الطلابيه هدف ومنافسه شديده جدا، ورجع الحراك الجامعي بشكل قوي جدا. احنا في مثلا داخل الجامعه بنعلم الولاد كيفيه ممارسه الحياه بشكل عام. احنا مش بس بنعلم علم، احنا بنعلم علم وبنعلم سياسه، ازاي يمارس الحياه السياسيه بشكل منظم منضبط، ازاي يتعامل اجتماعيا مع غيره. المشاركات اللي بين الطلبه او الانشطه الطلابيه بتديهم مهارات يقدروا يتعاملوا بيها في المجتمع بعد كده. يعني اعتقد ان فرصه وجود حوار وطني في الوقت الحالي كان لابد ان الشباب يدخل فيها وبقوه، لاني اولا الافكار اللي هم بيطرحوها هنلاقي كتير منها جدا قابل للتنفيذ. صح. هنلاقي كتير منها جدا بيعبر عن طموحاتهم واحلامهم، مش افكار تقليديه كمان. بالظبط، في حاجات كتيره منها جدا خارج الصندوق وجميله. يعني طب واللي هو حضرتك لما تسمعها هتقول طب هو ليه لا؟ يعني طب ما ده كويس. والافكار يعني ابعد، يعني غريبه كمان، هتلاقي افكار اقتصاديه، هتلاقي أفكار اجتماعية، هتلاقي أفكار سياسية كمان. مشاركتهم، هم عندهم تعطش غير طبيعي للمشاركة السياسية تحديدا. ويمكن سيادة النائب أحمد لما نزلوا الجامعات، هو حتى قبل الهوا كان بيقول لي ان احنا لقينا كده ولمسنا كده فعلا في وسطيهم. واعتقد ان الفتره القادمه من فتره الحوار الوطني مشاركه الشباب يعني هتبقى حاجه مهمه جدا، واعتقد ان التوصيات اللي هتطلع من اللجنه دي تحديدا هتبقى من اهم التوصيات اللي ممكن تطلع من الحوار الوطني ككل. يعني في الحقيقه دكتور، الواحد فخور اللي هو بيبقى قاعد امام اتنين بيمثلوا الشباب، حضرتك يعني كاستاذ جامعي ولك ظهير شعبي شبابي داخل الجامعات، وايضا سياده النائب احمد، وانا يعني اعلم ان سياده النائب عنده كمان مؤسسه شباب القاده، وازاي بيدعم الشباب فعلا وبيشوف المشروعات الابتكاريه الجديده. فعاوز اعرف منك يا سياده النائب، يعني ازاي نقدر نعزز من دور الشباب خلال الفتره اللي جايه من خلال يعني طرح موضوعات داخل لجنه الشباب في الحوار الوطني؟ احنا اول حاجه يا استاذ احمد هنشتغل عليها هو الملف اللي معالي النائب لسه بيتحدث عليه، هو ملف الانشطه الطلابيه واتحادات الطلبه. كان اول مطلب رئيسي كانت الطلبه بتقوله رجعوا لنا انتخابات حقيقيه داخل اتحادات الطلبه. وابتدوا يقولوا كمان ان عاوز اقف عند حقيقيه دي برضه، احط تحتها كام خط وتضمنها لهم ازاي؟ اضمنها لهم ازاي؟ بقانون. مشروع قانون لازم يتقدم لاتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه. حاليا في لائحه، اللائحة اتغيرت 2017، دولة رئيس الوزراء كتب تفاصيل مواد محترمة فيها، اتعدلت في 2019 لما يخص البند المالي. لكن الشباب لما سمعناهم، لا ما هو في وزير ممكن يجي بعد الوزير الحالي أو بعد اللي هيبقى موجود بعديه يغير اللائحة. طب احنا ايه يا شباب محتاجين ايه؟ مشروع قانون بيقول ازاي ننظم عملية انتخابات اتحاد الطلبة، ومش انتخابات اتحاد الطلبة فقط،
الانشطه الطلابيه كمان. عشان في فرق ما بين اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه اللي داخل الجامعات، سواء جامعات حكوميه اهليه خاصه، معاهد فنيه ومعاهد تكنولوجيه. لما حضرتك ذكرت ان احنا وشرفتنا اكتر من مره في مؤسسه شباب القاده عشان تشوف مشاريع الشباب، لا احنا محتاجين حاجات كتيره جدا. رقم واحد ان يبقى في ربط بعمليه اللي بيحصل جوه في الجامعه واللي بيحصل داخل الحكومه المصريه. صحيح. احنا لما نبقى عارفين الوزارات المختلفه زي وزاره الثقافه، ما ننزل نشوف في انتخابات اتحادات الطلبه في لجنه اسمها لجنه الثقافه الشباب بتعمل ايه في اللجنه. لكن لما يبقى الشباب بتشتغل في مكان او في وادي عفوا والدوله ممثله في الوزارات المعنيه بافكار الشباب في وادي تاني، لا ده مش صح. بشكر الجامعات المحترمه، كنت لسه بتحدث مع سياده النائب من شويه ان في جامعات بتتفاعل مع ناس، وفي جامعات مش شايفه ان في حاجه اسمها اهميه الانشطه الطلابيه واتحاد الطلبه. صحيح. هتخلق كادر السياسي ازاي او كادر ليه بيتعاملوا مع فكره ليه هجيب لنفسي صداع من الحته دي اصلا؟ شكرا، انت قلتها ودي الكلمه اللي على طول اللي عايز اقول لحضرتك بنسمعها من ناس كتير قوي، انتوا هتوجعوا لنا دماغنا، اقفل النشاط الطلابي. كان اكتر حاجه بتقول الشباب يقولها لنا عشان ياخدوا بس امضه دكتور المسؤول عن رائد الانشطه الطلابيه بيقعد قد ايه عشان يوصل. كلمه حضرتك قلتها في الانترو على معالي النائب وراه ظهير شعبي من الشباب. ليه؟ عشان بيدعم وبيسهل الاجراءات. في دكاتره تانية مع احترامي الكامل، يا نهار ابيض، ده بيعدي سنه وسنتين وثلاثه والامضه لسه لحد دلوقتي ما مضاهاش عنده في انا المكتب. عشت ده سنين، انا كنت نائب اتحاد طلبه كليه اعلام، فانا عارفه عدنا فترات يعني صعبه جدا زمان يعني طبعا مش دلوقتي. لا ودلوقتي عشان اصريح مع حضرتك احنا في حوار وطني. طبعا في حوار وطني لك مطلق الكلام والحريه يا سياده. يعني نقول فين المشكله طبعاً عشان نقدر نوجد لها بس فهم. خلينا نتفق ان في كتير قوي من اساتذه الجامعه مؤمنين جدا بالشباب، وده بيبقى فكرهم انهم يشوفوا افكار ويشوفوا ويدعموا، بس احنا عايزين ده ما يبقاش تصرف فردي، مش عايزين يبقى ده يخضع ليه قناعات الشخص، احنا عايزين ده يبقى حق. عشان كده يبقى في قانون، مش الحق قانون، ده اللي اتعلمناه في مجلس النواب. عشان نجيب حق الناس لازم يطلع بقانون، مش نطلع بفكره. في جامعه تطبق، جامعه تانية مش هتطبق، لا قانون يطبق على كل الجامعات. وده اللي احنا شفناه من الشباب، وده اللي الشباب هتقترحه. انتوا حضرتك هتشوفوا فعلا ان شاء الله لما نبدا الجلسات ومناقشه اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه، اتحاد الطلبه ده هتبقى في جلسه والانشطه الطلابيه في جلسه، وهنجمعهم كلهم الشباب هيبقوا موجودين كلهم رأيهم. كل اللي مقدم توصيات رؤساء اتحادات الطلبه الحاليين وكمان اللي كانوا موجودين على مدار السنوات اللي فاتت، ومنهم نواب وحضرتك نائبه تشرفينا في الحوار الوطني. يا ريت. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا، انا عاوز اسال هنا سؤال وحضراتكم موجودين برضو، لان احنا لسنوات كتيره يمكن انا جت لذهني كده حاجه، ودكتور برضو محمد مش عارف هيأيد كلامي ده ولا ايه، كنا دايما نتحدث عن الشباب اللي هو فوق ال 55 سنه وانت طالع. عاوز اعرف بس الاول احنا بنتكلم على اي فئه شبابيه اللي احنا بنقصدها اللي هي مشاركه معانا في الحوار، الشباب الحقيقي؟ الشباب الحقيقي طلبه الجامعه، شباب يعني طلبه الجامعه في 20 سنه و25 سنه. لا بنتكلم من 18 سنه لغايه 25 26 سنه يعني يعني خمسة لسه مش شباب، مش حلاوه الروح. لا 18 سنه فعليا الحاجات اللي بقولها لحضرتك دي، حتى الكلام اللي عندي انا شخصيا والتوصيات اللي الولاد ادوهاني عشان انا اوصلها للجنه الشباب في الحوار الوطني وللقيادات في الحوار الوطني او حتى اناقشها من خلال المجلس، كلها طالعه من طلبه في سنه ثانيه كليه وثالثه كليه اللي هو 19 سنه و20 سنه. قالوا ايه يا دكتور؟ بيتكلموا مينلي على التوصيات او الكلام اللي بيتكلموا فيه حاجات سياسيه فقط، ولا هم بيشاركوا في كل المناحي او في كل حاجه مطروحه في الحوار الوطني؟ بيتكلموا في سياسه، وبيتكلموا في اقتصاد، وبيتكلموا في تجاره، وبيتكلموا في رياضه، بيتكلموا في كل الحاجات اللي هم شايفين انها ناقصاها. بص حضرتك، احنا طلبه الجامعات از ا فيري بيج ميوزيوم، متحف غير طبيعي، في كل ما يمكن ان تتخيلي وكل شيء. في طلبه عندي عندها رغبه شديده في المشاركه السياسيه ومش لاقيه فرصه، حتى الاحزاب المتاحه حاليا ما بتدخلهمش بالقدر الكافي، او لما بتدخلهم بتدخلهم في صوره قواعد، ما بتديش حد فيهم قياده يعني مناصب قياديه، ودي حاجه شكلي. من الحاجات اللي تمثيل شكلي، ودي حاجه مضايقاهم جدا. في طلبه عندي بقى كتير عايزين مشاركات مجتمعيه اعلى، لدرجه ان هم يعني هم مثلا عايزين يشتركوا في جمعيات او حاجات تعمل خدمه للمجتمع، مش بيلاقوا جمعيه تحقق طموحهم، فيبتدوا هم يعملوا جمعيه صغيره من عندهم ويلموا من بعض ويعملوا انشطه وحاجات زي كده. في مثلا مطلب رئيسي، وده اللي هو محتاج تشريع قانوني فعلا، وهو ده يمكن ان انا اللي انا متبنيه حاليا، هو ربط لجان الاتحاد الطلابي بالسلطه التنفيذيه المختصه بها،
بمعنى ان اللجنه الرياضيه اللي موجوده في الاتحاد طلبه الجامعه المفروض تبقى لينكد مع وزاره الشباب والرياضه او جهاز الرياضه تحديدا. ليه؟ الولاد عندهم مواهب، يعني في طلبه جامعات ممكن يطلع منهم لعيبه في كل الالعاب. طب انا عايز ادخل الولاد دولت، عايز اظهر الولاد اللي عندي دولت، هم مش لاقيين تراك. هم ليه مش واخدين الفرصه؟ يعني اذا اعلى قياده سياسيه موجوده، سياده الرئيس نفسه عمل مؤتمرات شباب، سياده الرئيس عمل اكاديميه وطنيه للتدريب، فاحنا بنتكلم في ان احنا من فوق خالص جدا عندنا دعم ودعم شديد، ليه اتاخر؟ احنا عندنا نواب محافظين، عندنا نواب وزراء. محدش يقدر يقول ان في تقصير في من القياده السياسيه في ملف الشباب تحديدا. فين بقى لكن الحلقه لكن في نوع من انواع يعني مش عارف اقولها لحضرتك ازاي، بس هو مش يعني مش في ناس في فئات او في درجات اداريه سواء تانية او تالتة او رابعة او حتى خمسة ما بتاخدش الامور بجديه 100%. ده ليه؟ لان الولاد ما لهمش الحق ان هم يتواصلوا معهم بشكل رسمي، وهو ده اللي هم بيطالبوا بيه. أنا عايز اللجنة الثقافية تتواصل مع وزارة الثقافة تبقى ليها أكسس على قصور الثقافة اللي موجودة في الأقاليم والمحافظات، يبقى تقدر اللي هي مش مفعلة أصلا، يعني في منها مفعل والله وكويس، بس الفكرة كلها إن مفيش تواصل بينها وبين الجامعة. عشان يتم تواصل لازم يتم بمليون ورقة زي ما حضرتك قلت. طب ليه؟ طب ما اللجنة الثقافية ممكن يبقى ليها أكسس مع وكيل وزارة الثقافة في المحافظة اللي هو فيها بشكل مباشر. انت راجل بتمثل الطلبه اللي عندك وعندك مواهب ثقافيه وعندك صح. انشطه ثقافيه، ما تروح على وكيل وزاره الثقافه وتعمل معاه النشاط الفلاني وتطلع الطلبه بتوعك ويظهروا على مسرح وزاره الثقافه. اللجنه الرياضيه تظهر برضو مع اللجنه الاجتماعيه، تروح تتواصل مع وزاره التضامن الاجتماعي وتبتدي تدور على المحتاجين والفقراء والكلام ده كله، عشان ما نبقاش جزر منعزله. ان بالطريقه دي انا بشتغل لوحدي في الجامعه، بلم فلوس واطلع شنط رمضان السنه اللي فاتت، لكن وزاره التضامن ما هي بتكفل ناس. طب ما هو لو ضميت دولت على دولت المبادره هتبقى اقوى توحيد الجهود وهتبقى اكتر بعد كمان تأثيرا. قانون العمل الاهلي الوضع بقى افضل بكتير ان احنا الناس تعرف تشتغل مع بعض. دخول الشباب في الهيكل الاداري للدوله من خلال الاتحاد يعني اتحاد طلبه الجامعه تحديدا مطلب رئيسي. طيب. هم عايزين يخشوا. هروح لسياده النائب احمد فتحي، لان دكتور محمد تحدث عن فكره دخول الشباب في اتحادات الطلبه بشكل رسمي وفاعل علشان يقدروا يلعبوا دورهم السياسي. اولا هسال حضرتك، هل في فعلا نيه وشغف لدى الشباب لممارسه العمل السياسي؟ لان لطالما كان بيردد على الاذهان فكره ان الشباب من بعد الثورات هو عزف العمل السياسي ومش عاوز يلعب سياسه خلاص. لما نزلتوا اتحادات الطلبه هل ده موجود ولا لا؟ احنا بنتكلم على تمكين يمكن منا تحدثت عن حاجه في غايه الاهميه، اعلى قمه الهرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الشباب دعم كامل ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك. شفنا يمكن حضرتك نائب وعضو مجلس نواب، شفنا دعم كبير للشباب التنفيذيين داخل المجالس النيابيه، شفنا ايضا داخل الدولاب العمل التنفيذي شفنا دعم كبير جدا سواء كان خريجي البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده او ايضا اعضاء تنسيقيه بيلعبوا نواب محافظين وعدد كبير جدا شفناه. اذا نحن امام دوله بتدعم الشباب. فين الخلل؟ ليه دايما بيبقى فيه لما بننزل للمرحله الثالثه والرابعه والخامسه بيبقى فيه خلل؟ أعلى قمة الدولة تدعم الشباب، انزل تحت لا احنا هنقف قدام الشباب، لأن أنا لو مكنت أستاذ أحمد أو سيادة النائب هو ممكن يقعدني في البيت، فأنا هحاول أن أنا أقفل عليه. إزاي تقدروا اللي أنتوا تحلوا القصور ده من خلال الحوار الوطني؟ بص يا أستاذ أحمد، احنا لما خلال الفترة اللي فاتت لما سألنا كل لجنة من لجان اتحادات الطلبة أنتوا بتعملوا إيه، احنا في اتحاد الطلبة في 7 لجان. اللجنة الرياضية ما تعرفش أي حاجة عن وزارة الشباب والرياضة أصلاً. غير بعض الحاجات اللي تخص ملف الرحلات، رحله الحته الفلانيه، القصه دي كلها. فابتدينا نقرا كل في اللائحه بقى، احنا نتكلم في اللائحه كل لجنه اختصاصاتها ايه. مفيش اي فكر بيقول ان الدوله المصريه ممثله في الوزارات المعنيه اللي متواجده حاليا علاقتها ايه باتحادات الطلبه. مفيش، يعني مفيش حتى سطر بيقول ان يبقى في اجتماع شهري ان الشباب دي تجتمع مع الوزاره عشان نقدر نطلع ببرامج، نقدر نوعي الشباب ببرامج الحكومه، نقدر نقول ان الشباب دي شباب منتخب والشباب جاي بصوت طلبه الجامعه فهم كمان يعدلوا في البرامج اللي جزر موجوده منعزلة. فجزر منعزل. ولو الحوار الوطني، انا بقولها لحضرتك بصراحه، ان شاء الله هنطلع بتوصيات عشان نقدر نقول
الملف مهم هيتم مناقشته جوه في لجنه الشباب هو حاجه اسمها ملف الوعي. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث الفتره اللي فاتت عن ان يا جماعه في غياب وعي شبابنا، ما يعرفش ايه اللي بيحصل داخل الحكومه المصريه. واللي انا عايز اقوله لحضرتك، احنا لما نزلنا الفتره اللي فاتت احنا ما اتكلمناش عن انجازات دوله، ومش جاي اقول ان انتوا شفتوا الانجازات احنا عملنا ايه وفكرنا في ايه، لا، الحوار الوطني مستو ان احنا نشارك الناس دي، تعالوا قولوا لنا احنا الفتره الجايه انتوا ازاي تشاركوا في الانجازات دي وازاي تقدروا تزودوا على الانجازات دي. لو ده ما حصلش، عمليه الربط ما بين الحكومه المصريه وما بين اللجان النوعيه اللي موجوده داخل اتحادات الطلبه، يبقى حضرتك ما طلعتش بتوصيه تقدر نقول ان احنا نخلق قياده. انت حضرتك تحدثت عن اكتر من جهه بتقدر تدعم الشباب. صحيح. وده حصل بالفعل. فخلاص احنا دلوقتي ربنا وفقنا وبقينا مسؤولين، احنا كمان لازم نمكن شباب تاني وشباب تالت وشباب عاشر عشان نقدر نقول ان احنا عندنا قيادات مختلفه. احنا داخلين الفتره الجايه على انتخابات محليات. طب مين والمفروض العدد 54,000 بيقول لك هننزل ل 35,000. المهم ان في فوق ال 30,000 يعني منتخب هننزل نقول الفن الفلاني ده هنرشحه. مين اللي هيقدر يعمل العمليات التاهيليه ديت والتدريبيه الا لما يبقى عندنا شباب على مختلف جامعات مصر قدرنا نمكنهم سياسيا. وده المحور الثاني اللي نتحدث فيه داخل لجنة الشباب، هو التمكين السياسي للشباب اللي هنقف عنده. هنتكلم عن التمكين السياسي للشباب أكتر، هنتكلم عن قضية الوعي اللي حضراتكم أثرتوها، هنتكلم عن الترابط ما بين مجلس الوزراء إن هو يقعد ويسمع في جلسات الحوار الوطني بحيث إنه يبقى يتم سرعة تنفيذ اللي هيحصل في الحوار الوطني. لكن بعد الفاصل مشاهدينا خليكم معي. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. ثلاث محاور قبل الفاصل كنا سبناهم مفتوحين ولسه ما خلصناش كلام فيهم. كنا بنتكلم عن اهميه الوعي ومعركه الوعي مع الشباب، بنتكلم عن تواجد مجلس الوزراء في الحوار الوطني وحضوره بحيث ان هو يسمع للتوصيات ويقدر ينفذ سريعا، بالاضافه كمان لاعداد الكوادر اللي فعلا تقدر تكون موجوده. ضيوفنا النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، والنائب احمد فتحي مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني، مستمرين معانا وبينورونا في الاستوديو وهيكملوا كلامهم معانا. دكتور، خلينا نتكلم عن معركة الوعي اللي موجودة عند الشباب الجامعي. الشباب الجامعي بقاله كتير قوي يا عيني بيمارس عليه ضغوط انه الولاد مش مركزين في حاجة، الولاد ما عندهمش اي وعي، الولاد دول عايشين في دنيتهم، دول منفصلين مهتمين فقط بالسوشيال ميديا ومش مهتمين ولا حاسين باللي بيحصل في البلد. نقدر نقول ان ده حقيقي فعلا اللي بيحصل في الجامعه وده اللي موجود فعلا عند شباب الجامعه؟ يعني هو طبعا انا احب اقول لحضرتك ان كل اللي حضرتك قلتيه ده انا مش شايف انه حقيقي تماما. انا مختلف تمام الاختلاف على هذا الكلام. مفيش حاجه اسمها الولاد ما عندهمش وعي، الولاد الشباب عندهم كميه من الوعي يعني مدهشه لاي حد بعيد عنهم. لو فكر يقرب شويه منهم هيكتشف حجم الوعي اللي هم فيه، حجم الافكار اللي بتبقى موجوده عندهم، الطاقه اللي عندهم. ويمكن حضرتك اشرت قبل الفاصل للبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده. انا حابب بس اشيد تاني وتالت ورابع ان هذا البرنامج او هذا المشروع انا في رايي انه افضل ما تم في هذا في ملف الشباب تحديدا في تاريخ الدوله المصريه الحديث. يعني بالفعل ومرتبط بالوعي لان هو قام على الفكره دي. صحيح. الولد دايما عنده طاقه. شباب الجامعه على فكره، الطالب الجامعي واحد طالب متفجر في الطاقه، متمرد دائما، عنده عند فطري بسبب سنه بسبب عدم خبرته، عايز توجيه، عايز نوع من انواع التدريب، عايز يتعلم كيف يعمل في مجموعه، كيف يمارس النشاط او العمل من خلال مجموعات. فكره وجود مجموعه وان فكرتي مش شرط تبقى هي الصح او انها تتنفذ بحذافيرها، ولكن يمكن تدويرها والخروج بفكره افضل لو كنا 5 او كنا 10 او كنا 20، وتنسيق العمل بهذا الشكل، تدريبهم، اكسبهم مهارات اساسيه في العمل المجتمعي وفي العمل السياسي وفي العمل وفي كل المحاور. ده كان هدف استراتيجي بالنسبه للبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده، واعتقد ان هو احنا محتاجين نستلهم هذا البرنامج كرول موديل في الوقت الحالي ويتطبق بقى بالكامل على شباب الجامعات بشكل دوري. يمكن انا اقترحت مره اقتراح صعب شويه تنفيذه، انا مش عايز طالب
يتخرج من الجامعات المصرية إلا لما يمر على الأكاديمية الوطنية للتدريب في دورة تدريبية على الأقل شهر. صحيح. لازم ياخد محاضرات. اللي كان زمان معتمدين على أكاديمية ناصر العسكرية. صحيح. أنا دلوقتي شايف إن إحنا مش محتاجين كده، لكن محتاجين الأكاديمية الوطنية للتدريب. لو هبعد الصبغة العسكرية عن بالزبط. الأمر وأنا عندي أنا مؤسسة أنا تابعة لي رئاسة الجمهورية تطلع كل طالب جامعي ما يتخرجش إلا لما يمر عليه شهر تدريب من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، هيزود الوعي عنده جدا. الموضوع ده لو تم احنا هنحل مشاكل كتير جدا عندنا، اصلا عندنا مشاكل حروب الجيل الرابع اللي بنتعرض ليها طول الوقت من جهات كتيره جدا. الحروب دي احنا ممكن هو الولاد بيسمعوا وعايزين ازاي يفصلوا المعلومه الحقيقيه من المعلومه اللي مش حقيقيه، ازاي يقدروا صحيح. يردوا لما يتقال لهم كلمه معينه، طب انا محتاج اعلمه ازاي يرد، اعلمه ازاي يثق في نفسه ويثق في المسار اللي احنا ماشيين فيه، يثق في مصدر المعلومة. ده طبعا دي مرحلة تانية على فكرة، يعني الثقة في مصدر المعلومة دي برضو نوع من التدريب، ده محتاج تدريب كبير على فكرة. صح. ده مش سهل، احنا محتاجين الكلام ده بشدة في وسط الشباب، والولاد عندهم طاقة وعندهم رغبة وعندهم إرادة، محتاجين فقط التوجيه. فاحنا يمكن ده اللي ممكن نلعب عليه دلوقتي. انا متفق جدا مع حضرتك، وخلينا نقول قطرة من غيث، بلاش اللي احنا يبقى الأكاديمية الوطنية حتى لا نثقل عليها في البداية، ممكن نقول اللي هو تدريب حتى الكوادر الخاصة بالجهاز الإداري للدولة. فكرة ان اي شخص حتى لو هينتقل للعاصمة الإدارية الجديدة، اي شخص انا هعينه او هأهله في منصب تنفيذي داخل الدولة، لازم يخضع الاول لفترة تدريبية داخل الأكاديمية الوطنية، وتقول هو يصلح لهذه الوظيفة ولا لا، عشان ما يبقاش عندي بعد كده ظواهر عرضية تقدر اللي هي فخلف لي مشكلات فيما بعد. لكن عاوز اروح لسياده النائب بقى احمد فتحي، ونتكلم تحديدا عن دور لجنه الشباب داخل الحوار الوطني. يمكن تحدثت واجتمعت وتوافقت، وهو ده اول حاجه توافقيه احنا بنتكلم النهارده عليها، فكره اهميه اتحادات الطلبه، وايضا اهميه انتخابات المحليات، لان انا شايف ان دي بمثابه قنبله موقوته. اذا لم تعد لها جيدا بالشكل الصحيح سوف تنحرف تماما عن المسار اللي يعني بيمهد ليه الطريق لسنوات وسنوات، يعني سيادة الرئيس بشكل شخصي، عشان نقدر احنا نكافح مشكلة الفساد في الجهاز الإداري للدولة وفي المحليات تحديدا. ازاي هتقفوا قدام يعني هذا الملف؟ ازاي هتتعاملوا معاه؟ احنا بنتكلم على يمكن حضرتك قلت رقم 35,000. ازاي هتأهلوا الشباب؟ زمان كنا بنقول عاوز تشترك عمل سياسي ادخل اتحادات طلبة، ثم ادخل محليات، ثم مجلس نواب، ثم دولاب تنفيذي للدولة. كان ده التدرج الطبيعي. ازاي نقدر نعيد صياغة المفهوم ده من جديد؟ عشان نقدر نعيد صياغة المفهوم ده من جديد، كل اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية فاكر طبعا وما زالت موجودة فكرة التدريب الصيفي. التدريب الصيفي ان احنا كنا بنروح احدى شركات الاتصالات او احدى البنوك او احدى صحيح. الشركات، عشان نقعد شهر او شهرين متواجدين جوه في الايه في الشركة دي، ونروح للجامعة يتفضلوا ادي الورقة انا اتدربت. ليه ما يبقاش التدريب الصيفي ده جوه في جماعت. الاحياء يعني الأحياء. ايه احنا دلوقتي هندخلهم المحليات طبعاً. الله طبعا ده انجاز، والولاد تشتغل والناس مصالحها تتقضي. يعني الافكار دي طالعه من افكار الشباب. هما بيقولوا ايه لما كنا بنسال هل قبل كده حد من الشباب راح عمل مشكله في الشكوى في الحي، ان مثلا عمليه التشجير الحفر دي شبيهه بمبادره ديواني كفء. الفكره كان بيدربوا التنفيذيين على فكره ازاي يبقى في شباب يقدر يمارس عمل تنفيذي. بس ده يعني للتنفيذيين احنا اللي هم خلاص وصلوا اوريدي فبياخدوا الدورات التدريبيه دي. احنا دلوقتي في المرحله التمهيديه، واللي احنا نحضرهم ان هم يكونوا تنفيذيين او في السلطه التشريعيه. عشان ده يقدر يحصل لازم الناس دي تتدرب جوه في الاحياء، وياخدوا اتحادات الطلبه وياخدوا الانشطه الطلابيه، كل الممارسات اللي الساده العاملين في الاحياء بيعملوها الانشطه الطلابيه. بس ده برضو هرجع اقول ده في مكان وده في مكان، يا جماعه طب ما نقرب الاثنين من بعض. بس لما نائب احمد يعني حضرتك بتتكلم على طموح، لا ده مش طموح، يضاهي نفسه طموح. لا لا ده مش طموح يا استاذ احمد، ده مش طموح. طلبه الجامعه كلهم ده مش طموح. ليه مش طموح؟ عشان بالفعل الشباب بتعمل ده، بالفعل الشباب بتشتغل على ده. بس دايما بنقول مفيش فكرة ان انا اروح بقى افيد المكان ده نفسه واقول ما تعالوا نوحد الجهود، تعالوا ندرب الشباب. لما حضرتك تاخد الشباب دي وتروح تشوف موظف اللي متواجد في الحي ورئيس الحي بيشتغل ازاي وبيعمل ايه،
الشباب دي مش ممكن تبقى في يوم من الايام رؤساء احياء. مش في زي ما حضرتك ذكرت تجربه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي انا بتشرف ان انا متواجد كعضو فيها، طلعت نواب محافظين واعضاء مجلس نواب واعضاء مجلس شيوخ. صحيح. البرنامج الرئاسي طلع شباب مشرف بمعنى الكلمه. اللي انا عايز اوصل ليه ايه؟ احنا عددنا قد ايه؟ عشان نبقى صراحه، والشباب قد ايه؟ خلاص احنا ربنا وفق وحصلت على عمليه التمكين، ماذا بعد عمليه التمكين؟ ما نمكن ناس ثانيه، هنمكنهم ازاي؟ ما لازم يبقى الشباب دي تكون متمكنه من ان هي تخش تشوف ايه اللي بيحصل جوه في الاحياء. والتجربه ان الساده النواب المحافظين، ان اتشرف ان انا اعرف مجموعه كبيره جدا منهم، ابتدى ياخدوا مجموعات من الشباب يقولوا لهم احنا كنواب محافظين بنعمل ايه في المحافظه بتاعتنا. لو ده ما حصلش وبشكل فعلي وبشكل توصيه لجنه الشباب ترفعها للامانه الفنيه والامانه الفنيه ترفعها لفخامه الرئيس، ان كل اتحادات الطلبه مش يتم تدريبهم ان انا اعمل يبقى عندي برزنتيشن سكيلز عاليه، او ان انا اقول للسيد رئيس الجامعه ان انا هعمل بروجكت فني وخلاص، لا ده بيشاركوا في صنع القرارات، صنع القرارات سواء على مستوى المديريه او على مستوى المحافظه او على مستوى الوزاره، وده هيحصل الفتره الجايه. وده انا عندي سؤال متعدد الاجابه على حاجه، لان اللي قالها سياده النائب دي دلوقتي فكرني بتمكين احد من التنفيذيين وهو نائب المحافظ محمد موسى، طبعا احد المعارضين الشرسين للدوله في وقت من الاوقات. كل اللي حصل، ودي مصطلح كان غايه في الروعه، قالوا سياده المستشار محمود فوزي الخاص بي او مسؤول الامانه الفنيه تحديدا، قال لي الدوله كل عملته غيرت وجهة المعارضة ليه، بدل ما كان بيعارض في الدولة وبيخبط، لا تعالى بقى معايا في التحديات وشوف، أصبح من أكفى تقريبا نواب المحافظين اللي موجودين. ده حقيقي. بص من ناحيتي بس، اتفرج على المشهد بس من وجهة نظري، اعمل الإصلاح عندي، وقف جنبي مش وقف قدامي، وقف جنبي واتفرج، ولو لقيتني غلطان وجهني، ولو لقيتني بتكلم صح ساعدني. هو ده الهدف أصلا، هو ده الهدف على فكرة من الحوار الوطني. يعني احنا مش جايين نتخانق، ده مش صراع سلطة، ده صراع على او ده محاوله ايجاد مساحات مشتركه بين فئات كتيره جدا شايفه ان كل واحد فيهم ضد التاني. احنا سياده الرئيس الجمله العبقريه اللي قام عليها الحوار الوطني ايه؟ نختلف حول الوطن ولا نختلف عليه. صحيح. احنا بنختلف الاختلاف للوطن، اختلاف الراي لا يفسد الوطن قضيه. الفكرة كلها احنا ما ينفعش نختلف على الوطن، في النهاية الهدف واحد، وفي النهاية كل الناس وطنية، وكل الناس تسعى إلى شيء كويس، كل اللي عايزينه ان احنا نقف جنب بعض مش قصاد بعض. صحيح. بس وتكملة الكلام ده، قبل السؤال، انت عارف ان الشباب بيطالب بفصل ايه يعني؟ بيطالبوا بحاجتين في الوزارة، وده فكر شباب محترم، فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم الفني. ده أول برضو من أوائل المطالب للشباب داخل لجنة الشباب، وإن احنا هنوصلها لجنة التعليم. ولما سألناهم ليه؟ عشان خاطر في أنشطة طلابية بتشتغل على ملف ريادة الأعمال، وده محور رئيسي هنشتغل عليه في لجنة الشباب جوه في التعليم الفني، إن في صنعة وفي حرفة الشباب بتدرسها ده جوه في المدرسة، بيعلموهم إزاي يقدر يفتح مشروع. طب قلت له طب إيه في عملية الفصل؟ قال لك ما نفس الفكر اللي احنا بنطبقه في المدارس بنطبقه في المعاهد الفنية والمدارس التكنولوجية والمعاهد التكنولوجية والمعاهد الفنية. طب فين الوزارة اللي هي الوزارة التعليم الفني اللي تشتغل على الاثنين، بدل ما يبقى جزء رايح لوزارة التربية والتعليم وجزء رايح للتعليم العالي. ونفس القصة وفصل وزارة الشباب عن الرياضة. الشباب لما كانت بتتكلم عن اللي احنا نرجع الجمهور للاستاد، بيقول لك دي عملية اختصاصها مش أبن فقط، اختصاصها وزارة الرياضة، تعرف الشباب احنا لما تروح ايه الاجراءات اللي المفروض تتخذها عشان الامن ما يتخذش معاك اجراءات تانية. ده حاجة. الحاجات التانية المشاكل وهموم الشباب، لازم تبقى في وزارة معنية بالمشاكل دي، ما يبقاش في ملف هو اللي واخد الصورة الاكبر عن ملف تاني. صحيح. ولما سألهم اكتر ليه، قالك انا واحد عندي افكار محترمة في ملف الثقافة، ليه ما تبقاش وزارة الشباب والثقافة؟ ودايما بنقولها، شباب تاني بيتكلم عن تكنولوجيا المعلومات، ليه ما تبقاش وزارة الشباب والاتصالات؟ شباب تاني بيتكلم عن العمل التطوعي، والعمل التطوعي يعني جمعيات أهلية اللي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ليه ما تبقاش وزارة الشباب والتضامن الاجتماعي لو حضرتك عايز تعمل عملية الايه؟ ان يبقى في وزارة مع وزارة، ليه دايما يبقى وزارة الشباب مع الرياضة؟ هيتم مناقشة الملف ده طبعا داخل لجنة الشباب عشان نقدر نطلع بتوصية بعملية الفصل، أو ان احنا نبقى مجلس قومي للشباب. ما في مجلس قومي للمرأة وعامل نجاح كبير جدا، هل عندنا وزارة للمرأة؟ ما عندناش وزارة للمرأة. ده فكر شباب يا فندم. ولو الشباب دي
ودايما احنا بنقولها ان في شباب اتجه للاشخاص ذوي الاعاقه وقالوا لنا على كميه مشاكل، وكل المشاكل مش محتاجه فلوس، عشان لما نتكلم على ميزانيه الدوله لا ده كله مش محتاج فلوس، ده محتاج صاحب قرار يمضي يقول لك يلا يا شباب نفذوا الكلام ده كله. لما شفنا شبابنا الدارسين في الخارج كميه الافكار اللي عملوها لنا وقالوها لنا عشان خاطر عمليه العمله الصعبه والحاجات دي كلها خارجه من افكار الشباب. لما اتكلمنا عن فكره مراكز الشباب، عايز اقول لحضرتك يا احمد احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان الشباب دايما قدامها مركز الشباب يقول لك انا ما بعرفش العب كوره، ومش شرط ان انت تجبرني ان مركز الشباب ده يبقى هو فيه كوره بس، وكنت سميه مركز رياضي. صحيح. ليه ما يبقاش في دورات تدريبيه عن ملف رياضه الاعمال؟ خرج مواهب كبيره جدا ما قدرتش وزاره الشباب والرياضه اللي هي تطلعها. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، برنامج واحد عملته الشركه المتحده، ايوه ده متحشت، ما بقولك ايوه ده متحده مش الرياضه نفسها، وفتشت طلعت مواهب في دور وزاره الشباب والرياضه. هو ده طبعا والدوم وبرضه عشان يبقى كلامنا عشان المشاهد تبقى عارف احنا مش بنهاجم. من عندها سؤال عاوزه تساله على فكره، عمالين نقطعها. لا 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 بس بنهاجم، خلينا خلاص كده. برضه احنا كمقررين ومقررين مساعدين احنا مش بنهاجم الحكومه، بس من حق علينا احنا هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، بنشتغل ان احنا نسمع الشباب ونقول اصل ما فيش وزير قاعد في الوزاره، في وزاره بتتغير ووزاره بعدها بتتغير، لكن الشباب لما كانت بتفكر في فكر دوله. فتخيلي لو مكنتي بقى الشباب من كل الافكار المحترمه وهننفذها على ارض الواقع. عايز اسمع سؤال. انتوا في لجنه الشباب اهتميتوا انكم تسمعوا الشباب المختلفه. يعني ايه المختلفه؟ في بعض الشباب في وقت من الاوقات كان عندهم نقاط ضعف وسقطوا في فخ، سواء بقى الادمان، سواء الخروج بشكل او باخر عن الشكل السليم اللي كل الناس كانت ماشيه فيه. اهتميتوا حتى تسمعوا، واهتميتوا حتى تعملوا مدار او شكل اصلاحي، بحيث ان احنا بنتكلم في ان فعلا كل واحد له مكان دلوقتي موجود وكل واحد له حقوق. السؤال ده اعتقد انه حضراتكم انتوا الاثنين هتجاوبوا عليه، سواء من الناحيه الشباب او من الناحيه الطبيه كمان. التخيل، التعامل مع الشباب اللي هم كانوا بره السياق وعايزين ندخلهم تاني من اول وجديد ويبقى لهم حقوق زيهم زي باقي. عاده الدمج، بنتكلم على عاده الدمج. عاده الدمج في حاجتين، في ملف الادمان وفي ملف الشباب اللي خرج ال 1400 شاب اللي لجنه العفو الرئاسي افرجت عنهم. عمليه الدمج ليه بقول في الاثنين؟ عشان حضرتك انا لو الشاب ده خرج الفتره اللي فاتت، المجتمع المصري هيبص له بصه عامله ازاي؟ خلينا صراحه، اهله نفسهم طبعا مش حصل ضرر كبير من فقد وظيفه؟ هل الوظيفه دي هترجع له تاني ولا لا؟ صحيح. هل هيقدر يمارس حقوقه السياسيه تاني ويترشح لانتخابات جايه ولا لا؟ مين الكيان السياسي اللي هيقدر يضم الشباب دي ويدربهم تاني ويشتغل معاهم تاني عشان يقدر يوصلهم لمناصب قياديه في الدوله؟ حقهم والحق الشباب اللي بيشتغل. طموح ابعد كتير من سؤالك، كان بس كنت عايزاه يعيش بسلام وامان. لا 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 ما ينفعش. يعني احنا لو افترضنا ان احنا بندور بنخرج مثلا الشباب لجنه العفو الرئاسي، او بنقول ان احنا بنفتح صفحه جديده مع لم يتورط في اعمال عنف او لم يرفع سلاح في وجه الدوله المصريه، ونرجع بعد كده نقول احنا خرجناكم واقعدوا بقى في وسط بلودكم وسط بلادكم، احنا كده بنعمل، يعني انا اسف، اولا كده الفكر مش سليم للاخر، نمره اتنين احنا بنعمل قوانين موقوته. الولاد دي في يوم من الايام هيزهقوا من قعده البيت، فيبقى هيطلعوا تاني لو لم يتم احتواء بالحال. يعني دي الحال فيبتدي اللي هو يمارس عمل عنف. لو لم يتم احتواء هذه العناصر او هذه الطاقات الشبابيه اللي خرجت، محدش قال ان هم ما كانوش مخطئين، هم اخطاوا خلاص ولقوا جزاءهم وخرجوا. ايه المشكله؟ الولد اصلا هو عشان اخطا ليه؟ عشان هو اوريدي كان عنده طاقه، كان عنده طاقه وعنده وجهه نظر، وعاده الشباب اللي من النوع ده عندهم شخصيه اصلا. طب ما انا احاول اعاده تهذيب هذه الشخصيه وتدريبه بشكل جديد واعاده دمجه تاني. بالعكس، ده انا مش دمجه بس في المجتمع، حضرتك بتقولي عشان شغله ومش شغله، لا انا بتكلم في اعاده دمجه في كيان سياسي، ادخله كيان سياسي واخليه يمارس السياسه بشكل سليم، ويبقى بيمارس السياسه في من خلال اطر وانظمه قوانين شرعيه تطلع له الطاقه اللي جواه، واستفيد انا من الطاقه بتاعته ومن افكاره ومن الحاجات كلها اللي بيقدمها لصالح الدوله. لكن انا لو استبعدته، بس على فكره يعني الكلام ده ما ينفعش يتم على طول برضه، يعني مع احترامي طبعا للجميع، وده يمكن نرجع بقى للجزء الطبي في الموضوع، تاهيل الطبي الاول، تاهيل نفسي. احنا محتاجين تاهيل نفسي، وتاهيل النفسي ده مهم جدا وممكن ياخد شويه وقت. اعاده التاهيل النفسي يمكن للمحيطين كمان،
بالظبط بالعيله كلها، اكيد العيله تضررت. علشان اعرف استفيد من الولد ده بعد كده انا محتاج تاهيل نفسي ليه، محتاج اعاده هيكله للشخصيه وللافكار يعني محتاج اقعد معاه فتره طويله. يعني دكتور محمد، يعني احنا للاسف وقتنا خلص، لكن لو عاوز اخد من حضراتكم سريعا كده حلم كل واحد بيحلمه يخرج من توصيات لجنه الشباب داخل الحوار الوطني، حلم واحد. أنا بحلم أن لجنة الشباب في الحوار الوطني تخرج بتوصية رئيسية عنوانها الاتحادات الطلابية وربطها بالجهاز التنفيذي للدولة. سيادة النائب، حلمنا أن يبقى في كيان بيخدم أكبر عدد ممكن من شباب المدارس، شباب الجامعات، الخريجين. الكيان ده يكون ممثل في وزارة الشباب فقط أو ممثل في المجلس القومي للشباب، عشان لما سمعنا الأفكار المحترمة بتاعت الشباب لا لازم يبقى في كيان مستقل بذاته هو اللي يقدر يجمع كل الأفكار دي ويمكن الشباب سياسيا ومجتمعيا خلال الفترة الجاية. أنا كأحمد اشتريت المجلس القومي للشباب ده خلاص يعني بصراحة. ما زال التحضير لجلسات الحوار الوطني مستمرة، وما زال هيبقى فيه أفكار أكتر بكتير من الشباب، وأعتقد أن أنتم لسه بتسمعوا أفكار كتير وحيتم طرحها كمان. إحنا بنشكر النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، نمرتونا وشرفتونا وديتونا أمل كبير وحضرنا معاكم الجلسات من خلال الحاجات اللي حضراتكم قلتوها لنا. شكرا لوجودكم معانا. شكرا، كل التوفيق لحضراتكم وألف شكر لكم. شكرا.